تنبت تعلم الميقات بالعمى اي نية حجة تمكن، لكنه طاف السبعة اشواط وسعى شوطين ولم يكمل السعي. حاج حاج تعلم من الميقات بالعمى، نعم، اي نية الحج في تمكن، نعم، لكنه طاف سبعة اشواط وسعى شوطين ولم يكمل السعي لعدم علمه بعدد الاشواط او لجهل، فخلع ملابس الاحرام ولبس المخيط، وبعد علمه لبس ملابس الاحرام وسعى دون ان يذهب للميقات، فما الحكم في ذلك؟ طيب، عمله هذا صحيح، يعيد عليه ملابس الإحرام إذا علم أنه مخطئ، يعيد ملابس الإحرام ويعيد الطواف سبعة أشواط للعمرة، ويعيد السعي سبعة أشواط للعمرة، ثم يحلق رأسه أو يقصر، وبذلك تمت عمرته ولا يذهب إلى الميقات، لأنه أحرم من الميقات وهو باق على إحرامه، لا يزال على إحرامه، لا داعي لأنه يذهب إلى الميقات لأنه محرم، لا يزال محرما، وتحلله خطأ هذا لا يؤثر أنه جاهل، لكن عليه أن يعيد ملابس الإحرام وأن يأتي بالعمرة كما ذكرنا. نعم.